المباراة عندي رسالة واحدة إلى المدرب الكابتن صادق حنون. بكل صراحة وبكل أسف أكو ألفاظ مسيئة اليوم من أخوتك وأبنائك كما موضح باللقطات على الفريق الضيف، فريق نوروز ضيف قادم إلى بغداد، إساءة وألفاظ وغلط وعصبية وتشنج. إحنا في برنامج كورة وقفنا وياكم بأحداث زاخو بوصفكم فريق مظلوم، تعرضتوا للمضايقات وللأذية في ذيك المباراة، لكن اليوم لا نعتب. هذه التصرفات كنا نعرف، نادي الصناعة فريق محترم يمتلك إدارة محترمة، وأنا من هذا المكان أحيي الكابتن فالح موسى اللي رفض هذه التصرفات. بس أنا أوجه رسالتي للكابتن صادق حنون، أخوتك وأبنائك على المدرجات من يسيئون للفريق الضيف بألفاظ نابية ومعيبة جدا، وهم ضيوف علينا ويسيئون للصحافة والإعلام. اليوم صار أكو تجاوز أيضا على الزميل أحمد العطواني من قبلهم، فشنو يعني؟ طبيعي كرة القدم فوز وخسارة وتعادل، وممكن تعوض بالمباريات القادمة، أما أخوتي وأبنائي ما يضبطون وضعهم وعلى المدرجات يسيئون للآخرين، فهذه السمعة تحسب عليكم يا كابتن. وأنا واثق أنه إدارة الصناعة ما تقبل بهذه التصرفات اللي على المدرجات. وأسأل الكابتن صادق سعدون والكابتن حبيب جعفر. لا طبعا ما احنا هذا الشيء ما نقبل. ضيف قادم علي من بغداد اسيء لواسيء لجمهوره، ليش؟ لا هو احنا هي كرة قدم وذا احنا المفروض يعني انت شجع فريقك، حفز فريقك، انت ليش تجي على الخصم؟ يعني ليش تنرفز؟ هو حتى اكثرهم هم لاعبين كراد، يجوز ما يفهم عليك شو تقول، بس انت حفز فريقك، ليش انت تسيء للخصم؟ ليش تجيب سمعه مو زينه لناديه؟ يعني هاي مو حلوه بحقنا. كل جوله لازم اكو فتشي نغص تصير تصير. يعني انا حقيقه صادق من المدربين المحترمين والخلوقين، يعني هسه تفاجئت حقيقه، ما اعرف بهاي الاحداث هسه شفتها، فما ممكن انه تصير تصدر من هكذا اشخاص هم قريبين. والله العطواني يقول لا بها ولا عليها، شالوا بطل وشمروا عليه. هو دائما مكتوم العطواني، انت دزه وين ماكو ملحمه ودزيت العطواني.